بدايات فيتوريا مع منتخب مصر الحقيقه كانت مبشره جدا وشجعتنا ان احنا نتفائل بالتجربه. يمكن الكيرف في الفتره الاخيره نزل شويه، التحدي اللي عنده، وانا قلت الحقيقه انه التحديات او القياس الحقيقي مرتبط بحجم التحديات اللي هياخدها المنتخب المصري تحت قياده فيتوريا، وقد كان يمكن التحدي بتاع تونس جه في توقيت ما كانش في صالحنا. وزي ما قال كابتن فتحي نصير يمكن في حلقه سابقه بعد كده، اختيار التوقيت ده لمواجهه منتخب تونس واحنا لسه مش جاهزين واحنا لسه ما ابتديناش موسم ما كانش القرار الاصوب او الاصح في التوقيت ده. لكن في النهايه عندك تجربتين مهمين. كنت بسال احمد قبل الفاصل اختيار المنتخبات الافريقيه، هل فكره بس انك بتدور على بطوله امم افريقيا او تلعب مدارس افريقيه مره من الشمال مره من الجنوب عشان تبقى رايح كوت ديفوار وانت جاهز للبطوله، ولا شايف انه تنوع المدارس ممكن يكون افيد للمنتخب المصري دلوقتي؟ لا، تنوع المدارس طبعا هيبقى افيد بكتير جدا للمنتخب المصري، وانت محتاج ان انت تلعب منتخبات قويه ايضا لان انت عايز تشوف مستواك الحقيقي. يعني مباراه تونس طبعا كشفت وجه يعني منتخب مصر، ان المباراه كانت قدام فريق قوي، وبرغم ان فيتوريا يعني بعد المباراه في الخساره اللي انا شفت ان هي كانت في تبريرات مش مقنعه بالنسبه لي، ان استبعاد لعيبه الاهلي او عدم وجود لعيبه الاهلي اللي هم اربع لعيبه تقريبا كان متخيل ان هو سبب في خساره منتخب مصر. فانت دورك كمدير فني لمنتخب مصر ان انت تجهز البدائل، وانت بتلعب المباريات او طول الفتره دي كلها انت بتشتغل انت تجهز البديل دايما الجاهز. انت مدرب منتخب مصر مش مدرب انديه. وزباليتي مدرب ايطاليا حاليا قال اول ما مسك منتخب ايطاليا قال تصريح مهم جدا، قال لك حاليا اقدر اجيب اي لاعب. قصده لما كان في مدرب لنابولي ما كانش بيقدر يشتري لاعب من اي لاعب، لكن هو مدرب منتخب ايطاليا اي لاعب بيختاره بيبقى موجود معاه. فانت طبيعي دلوقتي جدا ان انت تقدر تجهز البدائل وتختار لعيبه جدا طول الدوري المصري، وفي لعيبه محترفين كتيره جدا، فانت بتختار البدائل اللي انت تقدر تلعب بيها. سواء منتخب تونس اللي هو بالعلم ما كانش بيلعب بالتشكيل برده الاساسي الكامل، فزي ما انت كنت بتلعب برده بعدم قوامك الاساسي مع ان كان موجود طبعا اغلب القوام المحترفين، لكن عايز اقول ان انت لازم يبقى عندك البدائل وتاخد احتكاكات قويه جدا عشان تقف على مستواك الحقيقي. منتخب مصر او فيتوريا طبعا اللاعب الوحيد اللي انا بشوف اللي دخل في وسط المجموعه التقليديه اللي دايما موجوده من فتره كبيره هو محمود حماده. فانت طبيعي جدا انت تبدا تجهز لبدائل، يعني بتحاول الاحتكاكات اللي جايه سواء الجزائر او زامبيا لازم تبدا تحط ايديك على بعض العناصر في الدوري المصري ان انت تبقى عندك بدائل. سواء غاب لعيبه الاهلي، لعيبه الاهلي ممكن ما تغيبش حتى بسبب الاستبعاد او بسبب النادي الاهلي عنده مباراه رسميه ومباراه بطوله، ممكن يغيبوا لا قدر الله الاصابه، فمواقف بتحصل في الكوره طبيعي جدا. فلازم يبقى عندك دايما المجهز البديل سواء في كلاعب او كطريقه لعب، حاجات كتيره جدا. فبشوف ان فيتوريا محتاج يحط بدائل للفتره اللي جايه خاصه في الاحتكاك القوي جدا امام الجزائر وزامبيا عشان مهم جدا. يمكن عشان كده اختار كل اللاعبين المحترفين بما فيهم حتى اللي راجعين بعد غياب او اللي ما وصلوش. كمان احمد حمدي، احمد حمدي، تريزيجيه، يمكن يعني حاطط دفع اعتباره انه يجهزهم لبعد كده. نقرا بسرعه منتخب زامبيا ومنتخب الجزائر من حيث العناصر المحترفه والقيمه السوقيه التسويقيه للاعبين المنتخبين. تمام، يعني مش عارف هندخل على القيمه السوقيه الاول ولا نتكلم عن فنيا. هو فنيا طبعا جمال بالماضي حاليا بيقود يعني تغيير كبير جدا على مستوى العناصر وعلى مستوى الافراد، اضاف بعض العناصر الجديده اللي عملت الاضافه الفنيه اللي كان بيتمناها جمال بالماضي، لان منتخب الجزائر كان مرشح ان هو يكون زي منتخب المغرب او يوصل في كاس العالم، ولكن كانت المفاجاه انه ما وصلش. ودي كانت طبعا صدمه كبيره جدا. مفاجاه بصراحه. طبعا اكبر مفاجاه على مستوى قاره افريقيا. بالظبط، يعني فهو دول محترفين الجزائر يا بلال. عندهم طبعا احنا مالناش دعوه بالاسماء طبعا، احنا بنتكلم على الدوريات اللي بيلعبوا فيها. عندهم ست محترفين في فرنسا، ثلاث لاعبين بيلعبوا في الدوري البلجيكي، واثنين في الدوري الانجليزي، واثنين في الدوري الالماني، اثنين طبعا في السعوديه، وفي هولندا اثنين لعيبه، بعد سويسرا سويسرا اثنين، وهولندا واحد، وهولندا واحد، وقطر وايطاليا واسبانيا وتونس واحد. بالظبط، يعني دي طبعا ده عدد المحترفين، وده عدد يعني مش هنقول كبير ومش قليل برده. يعني لما يكون عندك ست لعيبه في الدوري الفرنسي ده رقم. بس في النهايه انت بتتكلم على 23 لاعب. بالظبط، يعني تقدر تختار باريحيه منهم 20 لعيب ممكن يكونوا هم القوام الاساسي. اكيد. وبنتكلم كمان على قيمه السوقيه تصل تقريبا لحوالي 157 مليون يورو، يعني رقم بتتكلم على
سكيل برضو مش قليل. أكيد أكيد رقم كبير طبعا. أبرز طبعا لا أو اللي عامل الرقم الكبير أكيد في المعادلة رياض محرز طبعا بعد انتقاله للدوري السعودي. لو استعرضنا إحنا لو اتكلمنا عن تصنيف الجزائر في الأول الجزائر بتأتي في المركز رقم 34 عالميا بتسبق منتخب مصر بمركز واحد بس، منتخب مصر بيأتي في المركز 35. تشكيلة الجزائر يمكن بعد التحديثات اللي حصلت عندنا مانديريا حارس مرمى كان الفرنسي ده دخل وأصبح الحارس الأساسي. أنا بالمناسبة التشكيلة اللي أنا بقولها دي آخر تشكيلة المنتخب الجزائر اللي قدرت تفوز على منتخب السنغال في السنغال بهدف نظيف، ودي كانت مفاجأة رغم أن المباراة كانت ودية ولكن خاض الفريقين المباراة بكامل نجومهم وكانت مباراة قوية جدا قدر يفوز بها منتخب الجزائر ليعلن بقى عن عودته واستعداده الكبير. كباتن الفريقين بيلعبوا في السعودية دلوقتي بالضبط ساديو ماني ورياض محرز. عندنا مندريا حارس المرمى بيلعب في كان الفرنسي، الرباعي خط الدفاع يوسف عطال يمكن كلنا عارفينه الباك رايت بيلعب في نيس الفرنسي، قلبي دفاع منتخب الجزائر رامي بن سبعيني بروسيا دورتموند بيلعب جنبه عيسى مندي وده احد العلامات المميزه في الدوري الاسباني وفريق فياريال، في الظهير الايسر بيلعب ايت نوري لاعب وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي، ثلاثي خط الوسط سريعا سفيان في غولي اللي بيلعب في فاتح جمرك التركي وامامه زرقي وشعيبي شعيبي بالمناسبه بيلعب مع عمر مرموش في انتراخت فرانكفورت وزورك بيلعب في فاينورد الهولندي. ثلاثي الهجوم طبعا ثلاثي قوي جدا رياض محرز اهلي جده سعيد بن رحمه واستهام الانجليزي وفي المقدمه طبعا بغداد بنجاح السد القطري. منتخب اصبح متكامل بعد اضافه العناصر الجديده على القوام الرئيسي وهيكون من المنتخبات القويه والمرشحه بشكل كبير جدا للفوز بكاس افريقيا. بالظبط في حظوظ للمنتخب المصري للمنافسه على اللقب من وجهه نظرك؟ شايف ان احنا رايحين وعندنا يعني امل في البطوله ولا هناخدها محطه بمحطه؟ لا يعني بص انا مع فيتوريا في البدايه تفائلت جدا. أيوة. يعني انا كنت حاسس ان الراجل بالظبط ان الراجل ولكن انا مش عارف ليه هو رجع للعاده السيئه وهي عاده التوازنات. ليه اصبح بقى في توازنات في اختيارات سواء في ضم اللاعبين او في اختيار التشكيل خلينا نديله فرصته يعني في الماتشين بتوع الجزائر. انا بمناسبه الفرصه انا بالنسبه لي ماتش زامبيا مش تجربه حقيقيه هكلمك بصراحه. ماتش الجزائر محك الحقيقه للمنتخب المصري. اولا لاعبتنا هتكون دخلت في السيزون يعني كل لعيب لعب له 7-8 ماتشات اللياقه البدنيه ابتدت تيجي تاني الفورمه ابتدت تيجي تاني معسكر مجمع فبالتالي هيبقى عنده يعني فرصه ان هو يشتغل اكتر فبالتالي وهيحضر في ماتش زامبيا. لكن ماتش الجزائر هيبقى تقييم حقيقي لفيتوريا. انا عندي طبعًا. بس مشكله فنيه وحيده معاه سريعا قبل ما نتخطى فيتوريا يعني تركيبه نص الملعب مش ماشيه خالص مع الشغل اللي هو عايز يعمله ده. هو خليني اسمع لو عايز يلعب كوره هسمع زامبيا واجي بقى اقف على منتخب مصر قبل ما اقفل الفصل ده. زامبيا فيها 15 لاعب 15 لاعب محترف 15 لاعب محترف 2 من الصين 2 من التشيك واحد من انجلترا وايطاليا وصربيا والسويد وكرواتيا والدنمارك والعراق واسكتلندا جنوب افريقيا تنزانيا الكونغو. هي فكره ان هم مطلعين يعني هو كل دوري من دول في لاعب واحد بس الحقيقه منتشرين سواء في داخل قاره افريقيا او في اسيا او حتى في اوروبا وقيمه تسويقيه يعني 30 مليون طبعًا. يعني تقريبا 28 او 29 مليون يورو على 15 لاعب محترف بس برضه يعني انا مش من ساعه كالوشا بوليا انا ما شفتش زامبيا ساعه الطياره لا من قبل يعني كالوشا بوليا بعد الطياره اي خدوا كاس افريقيا بعد الجيل الذهبي طبعا فبشوف ان يعني زامبيا برضه يعني الكره في افريقيا طبعا اتغيرت خالص. زامبيا شايف ان هي المنتخب دلوقتي بيلعب برضه الكره اللي هي بقت كره على الارض كره قصيره فبشوف ان هو منتخب برضه يعني هو طبعا مش بقوه المنتخبات الجزائر والمغرب الكبيره لكن هو منتخب برضه مزعج ان هو يعني يتعب المنتخبات الكبيره. أيوة. وبشوف ان هو ممكن يعمل مفاجآت يعني بشوف ان برضه احتكاك مهم جدا مع مباراه الجزائر. خدالك انت عندك ماتشين مهمين جدا قبل كاس افريقيا عندك ماتش جيبوتي وعندك ماتش سيراليون الاثنين في بدايه مشوار تصفيات كاس العالم. امبارح كان معايا كابتن ماهر همام بعد ما طلعنا من الهواء كان بيكلمني بقول له يعني ان يعني التاهل بقى ما بقاش مفيش تحدي يعني المفروض يعني ولا ايه؟ لا في بس قال لي على فكره بوركينا فاسو منتخب محترم جدا وهيتعبنا وهو هيبقى منافس